السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشوف موضوع الحركة في برنامج البلندر. دلوقتي أنا عندي تايم لاين أهو تحت أهوت، تمام. هدوس على الزرار دوت عشان أوتوماتيك كي فريم انسيريشن، بحيث أول ما حاجة تتحرك هي أوتوماتيك يعتبرها ويسجلها عنده، تمام. أنا هحرك ده دلوقتي في الصفر، تمام. هحرك أقول له مثلا أتاني عند 80، ممكن أجي هنا وأكتب 80، تمام. وابدا اقول له مثلا انا عايز اعمل حركه نقل، مثلا عايز اعمل روتيت، عايز اعمل سكيل، ماشي. واجي هنا مثلا اقول له انا عايز اعمل ترانزليت، ماشي. لو انا عايز اعمل سيلكت على اي عنصر بدوس كليك يمين على العنصر اللي انا عايز اعمل عليه سيلكت. بعد كده بقول له مثلا عايز احرك في الاتجاه اللي هو الزد، مثلا الاكس ده الاكس، الاحمر ده الاكس، وده الواي، حرك في الواي او الزد اللي هو الازرق دوت. اجي هنا اخر فريم اللي هو 250، واقول له برضو انا عايز اتحرك في الاتجاه دوت، عايز اتحرك في الاتجاه ده، عايز اعمل مثلا سكيل، تمام. واقول له طب وريني بقى الحركة بتاعتي. ممكن اجي هنا في الصفر برضو اعمل مفتاح تاني هنا، مثلا اقول له انا عايز اعمل ترانزليت ليها، وعايز اعمل لها روتيت. باجي اطبق، هو بيعمل فريمات بين الكي فريم، يعني ده الاساسي وده الحاجات الفرعيه، هو بيبدا يكون بينهم بحيث ان هو يوصل الحاجات ببعض، تمام. ده هو بتعمل له روتيت، بتعمل له سكيل، بتعمل له كل حاجه. برنامج بلندر برنامج اوبن سورس وبرنامج مجاني فري، والبرنامج ده برنامج مذهل. يعني 3 دي ماكس مثلا 7 جيجا، ده 55 ميجا، وتقريبا بيعمل كل ال 3 دي ماكس بيعمله، تمام. طبعا في فروق كتيرة بينه، بس هو بيعمل حاجات كتيرة، وزاد انه في محرك العاب، وهو برنامج في ناس كتيرة بتشتغل عليه وبيعملوا بيه افلام وبيشتغلوا بيه، ناس معماريين بيشتغلوا بيه. انت ممكن تحط اي حاجة انت عايز تحطها، مثلا تكست، عايز تحط الاشكال، عايز تحط كل اللي انت عايز تحطه، كاميرا، لامب، في انواع كتير بتاعت الاضاءة. في عندنا حاجات في الرندر، سواء عايز تعمل صورة او انيميشن، بيعتمد برضه على اوبن جي ال رندر ايمج، فهتلاقي في حاجات كتيرة جدا. وهتلاقي بص، يعني مجرد ان انا بقول له هنا بيقول لي طب انت عايز تشتغل على 3 دي فيو، ولا عايز تشوف الحاجة لما تعمل لها رندر هتبقى عاملة ازاي، ولا عايز تبدأ تشوف التايم لاين مثلا بحيث اقدر اعمل شويه تاثيرات عليه. فبرنامج مذهل وجبار ان هو بالمساحه ديت فيه شغل الكبير ده كله. اتمنى ان احنا نجربه، هتلاقيه لذيذ ومفيهوش مشاكل ان شاء الله. عمر سليم.